الحمد لله بفضل الله سحبنا العوامة الملاحية هذه وزنها تقريبا 3 طن بتعاون الإخوان في الإدارة العامة للإطفاء فيلكا، وساعدونا بعض المتطوعين معانا. الحمد لله شلنا الأذى عن البحر، هذه لو رايحة بالبحر كان تسبب كوارث وحوادث بحرية، لكن الحمد لله الآن مع الحفارة يبناها للبر، والآن الحمد لله في هذا المكان فيلكا المنطقة آمنة والحمد لله رب العالمين.